شلونهم الشباب؟ شلون احوالكم؟ اموركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد الظهور. اكو كم واحد زباله حتى حمامه ما عندهم. ما صحيح عندهم طير يعني بدون يمين. وادم تحلف تقول والله حمامه واحده ما عندكم. لا عم عندهم حمام بس حاطين لهم تشومه مال زبايل ويقعد لك حتى الظهاري ما ينام. ادركم ايش تكفر خفقها هاي نام الظهور عين احنا لنا فرخات نفر بيهن ورا 12 ناموا عنه محترامات للي يسمع يعني وادم جناية وبراجة وكلا والله استوهجت للطير نعنا على ابو الاحمر تجني المزعة طحش السامع والله ما يخوفني كان ما يكون هم حطوا لهم 5 فرخات وهي 30 طيرة في واحد كل واحد ب500 دينار. الله شاهد حير بذاتكم شي هاي ان شاء الله كان مشكم الباب بي. الله شاهد الا بذنا هن القاعدين هن هسه والله ما قعدت الواحد اني والكل يعرفني هام الظهور عنه شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد عن الجوعية وعن البراجة وعن الفرخة كل شيء جديد. شوف نزلت لهنا قامت تشرخ كلها شوف انتشرت هناك اما كوادم والله حلال وياها ما تقعد لي الله شاهد ويعرفون قاعدة ايش فرخة قبلكم الحسين والله شباب انا قاعد احطن اكو وحدة بعدت لهناك وطيروا لهناك اما صاحبنا هذا وين راح ذيك خبطت هناك وين راحت هاي الفرخة ليش نزلت لهناك ما اعرف نقطع ونرجع ايش الفرخة هناك حصروها جوا ما توقعتها تروح هناك والله يلا شباب دلنا الفرخات دي نزلن يلا شباب لا تنسونا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس في امان الله.